بسم الله الرحمن الرحيم. احنا امبارح خلصنا الجزء بتاع آراء ما قبل معاهدة 1930. الشابتر كبير، انا اختصرته. طبعا هو بدايته بيتكلم على العراق ما قبل الحرب، ان العراق وفق معاهدة 1930 دولة ذات سيادة جزئية تهيمن فيها بريطانيا على النفط العراقي وتستغله بأبخس الأسمان، كما يحتفظ بقاعدتين عسكريتين، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد، وطبعا تبقى ليها التبعية السياسية تجاه بريطانيا، وتتحالف مع حلفائها وتعادي من عاداها. وطبعا بتدخل جوه وزاراتها وزارات سيادية من مستشارين انجليز، وكان على رأس الحكومة العراقية زي ما قلت لكم الوصي على العرش الأمير عبد الإله. كان وصي على الملك فيصل الذي كان طفلا حين مات والده الملك غازي، والملك غازي ده كان ملك سوريا، وهو من عيلة هاشمية كانت الأول في بلاد الحجاز، دفعها آل سعود، فالإنجليز عوضوه وادوا له سوريا، وبعد كده لما الفرنساويين نزلوا سوريا عوضوه وادوا له العراق. وانا هنتكلم بقى على طبعا الامير عبد الاله كان موصي على العرش على الملك فيصل زي ما قلت لكم انه كان طفل صغير، لكن في الشابترز كتير هنا. لو اتكلمت مثلا عن الثوره في العراق بقى، عوده الوصي مثلا، وانه طلب من طه الهاشمي القضاء على المربع الذهبي اللي سميته المخابرات الانجليزيه المربع الذهبي اللي هم القاده العسكريين، وبعد كده نشوف الحرب العالميه لما حصل ايه اللي حصل، ونشوف الحرب في العراق، لان العراق انت عارف يوم 8 ابريل طلبت من الحكومه العراقيه بمرور فرقه هنديه، فطبعا الحكومه العراقيه كانت عارفه ان الانجليز مش هيوقفوا بعضهم، يعني زي صفقه السلاح والطيران، بعتوا لهم طيارات بدون سلاح وبدون قذائف، وعارفين برضو ان هم لو عدوا الفرقه الهنديه دي هتخش ومش هتطلع تاني، وان الموضوع سياسي بحت. وفعلا كان اهداف العراقي الانجليز او الفرقه العسكريه دي فعلا كان من اهدافها ارجاع الوصي على العرش عبد الاله، لما وقف ضد رشيد علي، لما وقف قدامه رشيد علي الكيلاني في البرلمان. وطبعا الانجليز ما كانوش بيحبوا رشيد علي الكيلاني، او كانوا شايفين ان هو ما فيش حاجه اسمها بيحب او ما بيحبش في السياسه، هم شافوا ان هو مش ليس ليه نفع عليهم، فكان بالتالي لازم يمشي. وكان نور السعيد طبعا بيحاول يحافظ على الاعتراف الجزئي بسياده العراق، فكان بينفذ لهم كل طلباتهم. انا لخصت المواضيع دي كلها في هنا اهوت، وهقوله لكم بسرعه كده. بعد ما نشوف الحرب العالميه الثانيه، طلبت بريطانيا من العراق قطع علاقتها مع المانيا وفقا لمعاهده 1930، سارع نور السعيد لتأييد تبعيته لانجلترا مما ادى لاغضاب رشيد الكيلاني ورفاقه المربع الذهبي. طلب الحكومه العراقيه من بريطانيا وفقا لمعاهده 1930 برضو بانها تسلحهم، فبعت لهم امريكا طيارات بدون سلاح او قذائف. ساعد الغضب على نور السعيد في الشارع بانه يقدم استقالته، ولجأ الوصي للعرش تاني نور السعيد لمعرفته اللي تبعيته للانجليز، ذات نقمة الشارع، فأقاله وعهد الحكومة الرشيد علي كيلاني اللي عمل وزارة ائتلاف كان فيها نور السعيد وزير خارجية. اللي عملت الحكومة دي ده عام التجنيد الإلزامي، وقفوا مع الفلسطينيين ضد الانتداب البريطاني، عملوا على تحرير سوريا ولبنان من الاحتلال الفرنسي، عملوا على إيجاد إجلاء الحامية البريطانية من الكويت، والطلب تاني بوحدة البلاد، الكويت والعراق تبقى ترجع تاني بلد واحدة. الكيلاني ألغى القرارات الطوارئ اللي عملها نور السعيد والأحكام العرفية. وتدخل الأمير عبد الإله وطلب استقالة الكيلاني، تحدى الكيلاني في البرلمان، هرب الأمير عبد الله لأحد الفرق الموالية لي في الديوانية في 30 يناير 1941، مما بقى فيه فراغ سياسي، فاستقال الكيلاني. عاد الوصي على العرش تاني بمساعدة الإنجليز، وكان مهمته مرض يحقق المربع الذهبي، بقايا القادة العسكريين العراقيين اللي موجودين في العراق. لكن هم وصلوا للخطة دي. في 14 فبراير في فبراير حط قطاعات عسكرية بالقصر الملكي، فهرب المعارضون للأردن وعلى رأسهم نور السعيد، كما هرب الوصي على العرش عبد الإله
مساعدة وزير أمريكي المفوض بالبصرة لأحد القطع الأسطول الإنجليزي البريطاني المرابطة على شط العرب، ومنها نزل للأردن لعمه الأمير عبد الله أمير شرق الأردن. والكيلاني بعد كده عمل وزارة جديدة، وبعد كده تم عزل الأمير عبد الله عبد الإله وتنصيب أحد أقربائه اسمه الشريف الشريف. والإنجليز فعلا عملوا إنزال ليوم 17 و18 إبريل، وعملوا إنزال برضو عسكري في ميناء البصرة. ختاما هاجم الإنجليز دون إنذار العراقيين ورد العراقيين بالمثل، ولولاش التقرير المخابرات الألماني اللي اتبعت إن العراق مش في خطر كان زمان الإمدادات العسكرية وصلت للعراقيين، وكان زمان المعادلة اتغيرت. ختاما المرة الجاية إن شاء الله أتكلم على خطايا الألمان السياسية بالمنطقة. تحياتي أحمد فتح.